السلام عليكم يا شباب، مبارك عليكم الشهر وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. الله يعين يا رب على صيامه وقيامه. وين الناس يا شباب؟ وين؟ ما حد يسال يعني. اللي ما شاف الفلوق يشوفه يا شباب، فلوق رمضاني، اول فلوقات رمضان في الباص، تجهيزات ومطعم الباص بس بنسخه مختلفه، نسخه رمضانيه. شوف الفلوق ولايك واشتراك وانشر لهذا، وترقبوا ان شاء الله القادم تحديات وفقات صورناها رهيبه بتعجبكم، يعني نوعنا لكم شكلنا لكم. كالعاده يا شباب مشوار مع كوب الشاهي، لازم قزاز، ما يعني ما احب الورق، ما ادري ليش كوب قزاز، حتى في السياره كوب قزاز.